بسم الله الرحمن الرحيم. خليني أهنيك من كل قلبي على النموذج اللي انتم اشتغلتم عليه فيما يخص محاكاة لموضوع من أهم الموضوعات اللي دايما بيتم استخدامها أو بيتم التعامل معها أو بيتم الترويج لها على أنها يعني موضوع متطور وراقي جدا مرتبط بحقوق الإنسان، وخاصة في قضية كانت كاشفة، قضية الكوفيد 19 والإجراءات اللي صاحبتها وقديه كانت، لأنها كانت على مستوى العالم، فما كانش فيه فرصة للدول إن هي تقدر يعني تقدر تتعامل معها إلا في إطار إجراءات. كانت أتصور إن الدول الغربية بالقيود اللي فرضتها كانت أول نقطة من النقاط اللي يمكن بعضها كان ضد مبادئ ومفاهيم هم متصورينها، على سبيل المثال زي حرية التنقل وحرية التطعيم أو كلام من هذا القبيل. طب ما هو اقتضت المصلحة، المصلحة العليا للعالم كله وللدول ديت أنها تاخد إجراءات وقيود كان الهدف منها حماية العالم كله وحماية الدولة الوطنية في هذه الدول. أتصور أن هذا الأمر في حد ذاته يعني ألقى الضوء على أن اختصار موضوع حقوق الإنسان في حرية التعبير فقط والممارسة السياسية، وأنه أهمية أن هو يبقى، يمكن ده كان الجيل الأول، والجيل الثاني كان الاقتصادي والاجتماعي، وإحنا هنا في مصر ومنقولش ده عشان يعني نشير ان احنا كدولة حارسين على الموضوع دوت، احنا بنحارسين على موضوع حقوق الانسان من منظور فكري، معتقدات احنا بنمارسها. لما بيجي نتكلم زي يعني ما تم تناوله حتى من يعني شبابنا اللي اتكلم في الموضوع او من السيدة السفيرة مشيرة خطاب على موضوع عدم التمييز وعملية التمييز على أساس ديني أو أي أساس آخر، حتى الكلام ده إحنا ما عملناهوش تحت ضغط من حد، إحنا عملناه في ضوء معتقدات وأفكارنا اللي إحنا بنقول فيها إن التنوع والاختلاف ده أمر إحنا بنقوله أمر سنة من السنن الكونية، يعني الاختلاف والتنوع بين الناس في اللغة وفي اللون وفي الشكل وفي الثقافة وفي كل شيء ده سنة. مش هنقدر نخلي العالم كله يتكلم لغة واحدة، مش هنقدر نخلي العالم كله شكل واحد، مش هنقدر نخلي العالم كله مشاربه السياسية مشرب واحد. وأتصور إن لو إحنا فكرنا إن إحنا عايزين نعمل ده نقول الكل يبقى له لون سياسي واحد أو فهم وممارسة واحدة، أخشى إن إحنا يكون ده شكل من الأشكال الاستعلاء بالقدرة، الاستعلاء بالإمكانيات، الاستعلاء حتى بالممارسة. لابد يبقى فيه تنوع واختلاف بين الدول وبعضها البعض. ده مش أنا اللي بقول كده، مش أنا بقول كده عشان بحاول أروج لحاجة أو أدافع عن حاجة، لا، أنا بتكلم دي ده الواقع اللي الدنيا كلها موجودة فيه. النقطة الثانية اللي عايز أتكلم فيها هنا وكانت برضو من النقاط المهمة، موضوع اللي طرحته السيدة المشيرة أن سفيرة خطاب أن إحنا نحط مع توصياتنا اللي ممكن نبعتها أو هتبعتوها للأمم المتحدة، أن لما حصل تطور والتطور ده كان كاشف، أنا بتكلم على الأوبئة هنا، وده كان كاشف ان ده مهم ان يتحط ويبقى جزء او بند من بنود حقوق الانسان اللي هو مجابهة الاوبئة والامراض الخطيرة وايضا الزيادة السكانية والسيطرة عليها. وانا هتكلم في النقطة دي على انها قد ايه بتمثل تحدي لكتير من الدول، كتير من الدول اللي موجودة يمكن او الدول الغربية بالتحديد، النمو السكاني بتاعها متوقف أو ثابت على مدى يمكن 30-40 سنة،
يعني بنيته الصحية ما كانتش محتاجة دعم. بنيته الصحية لأن هو كان عدد سكانه مثلا في أي دولة من غير ما نذكر أسماء كانت 40 أو 50 مليون. يبقى البنية الصحية اللي موجودة على مدى 30 إلى 40 سنة اللي فاتوا ما كانتش محتاجة تعزيز أو تطوير. طب تصوروا دولة زي مصر. دولة زي مصر كان لو بنتكلم على 2 و2.5 مليون زيادة سنوية. أنا لما أجي أعزز البنية الصحية لمصر ده كل سنة محتاج أضيف تعزيز مش بنية صحية بس، لا حتى البنية التعليمية اللي هو المدارس والجامعات، ده أمر يتحط في الاعتبار إنه ده تحدي من التحديات. لأن أنا لو أنا ما قدمتش تعزيز للعملية الصحية في مصر تتناسب مع الإنسان اللي عندي، طب أنا كده أثرت كدولة في حق من حقوق الإنسان في العلاج الصحي الجيد أو التعليم الجيد. أنا عايز أقول إن ده تحدي. طب هل الناس أو لما بيتم تناول حق حقوق الإنسان في مصر أنا هقبل أي شكل من أشكال يعني التناول لما يعني لأوضاعنا في مصر، لكن أيضا أن يكون التناول تناول متكامل تناول شامل. دي قضايا موجودة عندنا. هو النهاردة لما يكون عندي إنسان يعني 2.5 مليون كل سنة، هو أنا مش محتاج أن أنا أشغلهم ويعطيهم فرص عمل؟ هو ده مش من حقه كإنسان أن هو يشتغل ويعيش ولا مش من حقه؟ طب أنا أعمل ده إزاي؟ وعشان كده أنا بتفق وبأكد وداعم تماما لفكرة إن النقطة دي تبقى أحد نقاط هو الإنسان عشان الناس تبقى عارفة إنها بتمثل تحديات لدول زي دولنا. فدي نقطة أنا بس كنت عايز أتكلم فيها كمان. وعايز أقول لكم على حاجة، إحنا لما جاءت الجائحة كانت ضربت العالم كله، إحنا في مصر رصدنا 100 مليار جنيه في دولة يعني ظروفها الاقتصادية مش قوية. السياحة في مصر اتضربت بشكل كامل، وده قطاع كبير جدا بيدر أكتر من 14-15 مليار دولار. القطاع النقل وحتى في قناة السويس تأثر بشكل كبير. حركة النقل في مصر أو حركة النقل في العالم كله اتأثرت، وده قطاع كان برضو بيدر أموال لينا وتأثرنا بها تأثر كبير، لكن ده ما منعناش في إطار إن إحنا الحفاظ على حقوق شعبنا. وزي ما تقال كده ان ده ما حصلش فيه تمييز بينه وما بين الموجودين عندنا، الناس اللي هم احنا ما بنقولش عليهم لاجئين بالمناسبة لضيوفنا اللي موجودين هنا شبابنا، احنا ما بنقولش عليهم لاجئين. وعايز اقول لكم على حاجة، طب ما هو التناول هو حق الهجرة، حق من حقوق الانسان. احنا في مصر هنا بنتكلم على 6 مليون انسان جم نتيجة الصراعات اللي موجودة بعضها، يعني نتيجة الصراعات اللي موجودة أو محدودية القدرات وحجم الفقر اللي موجود في دول يعني قريبة مننا. لا منعناهم ولا قعدناهم في مخيمات. أنا بتكلم على رقم كبير قوي، مش بتكلم على 5000 ولا 10000. يعني أصدقائنا في أوروبا بيرفضوا إن هم يستقبلوهم. أنا بتكلم على 6 مليون إنسان، 6 مليون إنسان موجودين هنا مش موجودين في معسكرات. ما فيش معسكرات لاجئين في مصر خالص. الناس دي مدموجين في مجتمعنا، بيشتغلوا بيأكلوا بيشربوا بيتعلموا بيتعالجوا. يمكن تكون قدراتنا مش متقدمة قوي وإمكانياتنا تكون مش متقدمة قوي زي الدول الغنية، لكن على الأقل إحنا يعني تم إتاحة ما لدينا لهم من غير كلام كتير، من غير كلام كتير. وما سمحناش لنفسنا إن إحنا نبقى معبر لهم يعبروا فيه إلى المجهول ويلقوا مصير يعني قاسي جدا في البحر المتوسط أثناء هجرتهم لأوروبا. ما عملناش ده. مش عايز أطيل عليكم، أنا سعيد بأن يتم تناول هذا الموضوع المهم وأيضا ربطه بموضوع زي موضوع
الجائحة، جائحة كوفيد وتأثيرها، وقد إيه زي ما بقول كده الموضوع بتاع الجائحة كان كاشف، وأيضا موضوع الهجرة وتعامل الدول معاه هو أيضا كاشف، كاشف لفكرة ومفهوم وممارسة حقوق الإنسان. يا ترى هتستقبله الناس اللي هي ما عندهاش فرصة ديت، ولا بتحافظوا على مجتمعاتكم وبتحافظوا على مكتسباتكم وبتحافظوا على قدراتكم الاقتصادية مش مستعدين تدوا لحد؟ احنا هنا ما عملناش كده، احنا هنا في مصر ما عملناش كده، احنا رغم ظروفنا الاقتصادية الصعبة استقبلنا بتواضع كل من لجأ إلى مصر خلال السنوات الأخيرة دي. يبقى كلمة واحدة مهمة تنتبهوا لها، إن مش عارف إن النقطة اللي أنا هقولها دي يمكن حطها يعني إنها تتم ذكرها أو لا في موضوع حقوق الإنسان. يا جماعة يعني اللي بيعمل صراعات في الدول تؤدي إلى خرابها ده ما يعتبرش، ده أمر لابد إن احنا نحطه في الاعتبار، إن الدول اللي بتسعى إلى تخريب الدول الأخرى من خلال التآمر وأمور أخرى، هل ده ما يعتبرش هو النهاردة اللي حصل في الدول اللي موجودة حوالين مننا؟ هو في حد نجي في دولنا الموجودة دي غير مصر؟ في منطقتنا العربية دولة نجت من الخراب غير مصر؟ مش عايز أقول أسماء الدول عشان بطبيعة الحال مش عايز يعني أعمل إيلام للدول اللي بتعاني من كده، لكن أكيد كلنا عارفين الخريطة بتاعت منطقتنا هنا وحالة الخراب والدمار اللي موجودة فيها ومعسكرات اللاجئين اللي فيها ملايين البشر بقالهم 10 سنين موجودين دلوقتي. يا ترى حقوق المواطنين، مش بس حقوق المواطنين، النتاج الاستمرار في معسكر للاجئين 10 سنين، يعني الطفل اللي كان عنده 7 سنين بقى عنده 17، والبنت او الفتاة اللي كان عندها 8 سنين بقى عندها 18 سنة، موجودة فين؟ موجودة في معسكر. أنا بتكلم على ملايين، مش بتكلم على 10,000 ولا 100,000. موجود في دول فيها 2 مليون و3 مليون لاجئ، علاوة غير اللاجئين اللي موجودين داخل المعسكرات الداخلية للدول ديت. اللي قام بالعمل على هدم الدول ديت هو مش ده من حق من حقوق الإنسان إن احنا لا نتدخل في شؤون الدول حتى نخربها ونسيب المواطنين البساط يعانوا في ليبيا، في سوريا، في اليمن، في الصومال، في العراق؟ مش عايز أتكلم على دول تانية، ومصر كانت هتبقى من الدول ديت، مصر كانت هتبقى من الدول، دولة فيها 100 مليون كانت معرضة للخراب وللدمار. المفروض ان يعني حد زي في الوظيفة ديت ما يتكلمش كده، عشان يعني لكن لا، لازم نكون كشباب ينظر أي من اي دولة في العالم ان هو ينتبه، وينتبه انه يبقى دايما عنده العقلية النقدية لما يتم طرحه. اسمع وشوف وافرز بعقلك، شوف العالم اللي احنا حولنا من اللي انا بتكلم عليه ده بقى فين، ليه بقى العالم اللي الدول دي اللي بتكلم عليها حجم الضرر والخراب وحقوق الانسان اللي استهلكت فيها قد ايه؟ ليه؟ اخشى ان يكون التنافس السياسي والمصالح بتؤثر كتير جدا جدا على الإجراءات اللي بيتم، وبالتالي يتروح فيها دول في الرجلين ويضيع شعوبها وتتخرب البلاد ديت ويبقى ملهاش مستقبل
لخمسين ومئة سنة قادمين. فأنا بشكركم جميعا، حتى اللي قام بالمساهمة وقام بالهجوم على مصر بمنتهى الشد، أنا بشكركم. صحيح أنا حسيت إن الخطاب قاسي جدا، لكن صدقوني الواقع اللي موجود في مصر، مش بقوله كده، أنا بقول لكم كشباب هتسافروا من هنا اللي مش موجودين معانا في مصر، الواقع اللي في مصر مش كده خالص. وبالتالي ده شكل من أشكال الإساءة بقصد أو بدون قصد للدولة المصرية. شكرا جزيلا.